مهرجان أيام التصميم في دبي يضع هذا العام الجيل الجديد بالقرب من جيل المخضرمين ضمن منصة فريدة وخاصة بالتصميم. المزيد في تقرير الزميلة بنان الجفري. هذه السنة أسبوع دبي للتصميم رجع لنا في نسخته الثالثة، ويتضمن برنامج أكبر وأكثر تنوع. خلوكم معايا عشان نشوف إيش أهم الأعمال اللي مشاركة فيه. في حي دبي للتصميم 550 من أهم المصممين العالميين والمحليين من مجموعة متنوعة من التخصصات اجتمعوا لإظهار تأثير التصميم على حياتنا بطرق لا تعد ولا تحصى. من خلال نسخة هذا العام من مهرجان أيام التصميم سنحظى بفرصة للاطلاع على نحو 200 فعالية متنوعة. ويتضمن المهرجان أفكاراً مبدعة ومبتكرة من المنتجات التي تستخدم كل يوم إلى الأثاث والتكنولوجيا. أهمية معرض أبواب هي تكون منصة للمصممين موجودة بالشرق الأوسط، شمال أفريقيا وجنوب آسيا. هلأ المعرض متكون من 47 قطعة تصميم من 15 بلد. يسلط معرض المدينة الأيقونية الضوء في نسخته لهذا العام على مدينة الدار البيضاء في معرض يحمل عنوان جار التحميل كازا. لما نقول دار بيضاء الكل يفكر في فيلم لمايكل كورتيس 1942، وهي صورة وهمية. والفكرة من وراء هذا العرض هو تعريف بكازابلانكا عبر لقطات صوتية أو صور أو رسم أو خرائط للتعريف بالمدينة بطريقة أكثر واقعية لكن فنية. هذا وقد تضمن المهرجان مشاركة خليجية. والكولكشن يتميز بحاجتين: الجيومتري، الأشكال اللي فيه أشكال عربية وحادة، والشيء الثاني اللي هو الكونسبت اللي جاي من الاسم البراق اللي فلاشز اوف لايت. مجموعة براق مستوحاة من الذهب العربي، حبينا نصمم مجموعة تمثل الذهب العربي بس بطريقة عصرية ورقيقة في اللبس وبسيطة تناسب المرأة العصرية. من أسبوع دبي للتصميم بنان الجفري العربية. ينضم إلينا المصمم خالد الشفار وهو أحد المشاركين في دبي للتصميم ليحدثنا عن مشاركته. صباح الخير خالد. صباح النور. أهلا مرحبا. صباح النور والعافية. يعني خالد دايما أنت في رحلة بحث عن كل جديد وغريب وبتبتكر أشياء في تصاميمك. حدثنا بداية عن مشاركتك في أسبوع دبي، وما هو الجديد الذي قدمته من خلال هذه المشاركة؟ طبعا مثل ما تفضلت يمكن احنا نبحث الجديد لكل فعاليه، واسبوع دبي للتصميم يمكن من اكبر الفعاليات اللي تقام سنويا. فانا السنه هذه عندي مشاركتين، مشاركه خاصه، هذا تعاون دولي مع شركه عالميه اسمها شركه لازبت، هي مختصه بالاضاءه المصنوعه من الزجاج. والمشاركه الثانيه اللي بدينا فيها من اول دوره لاسبوع دبي للتصميم اسمها تصميم راس الخور، هذه منصه نطلقها للفنانين الجدد او المصممين الجدد الناشئين لندعمهم لمستقبلهم ان شاء الله في التصميم. خالد، شنو الدعم اللي تقدمونه للمصممين الجدد وما هي اشتراطاتكم لقبولهم؟ المنصة هذه بدأت طبعا مثل ما تفضلت من أول دورة. احنا في الدورة هذه أو في المنصة هذه نقبل المصممين على حسب تخصصاتهم أو أي قطاع في التصميم هم يحتاجون فيه، وشو الناتج اللي وصلوا له في الفترة السابقة من بدأوا مشوارهم في التصميم. احنا طبعا هذه المنصة بالدعوة، احنا ما نفتح المجال لأي مصمم، وهذا يتم بخلال احنا الأعضاء المؤسسين يتم الاختيار مع مناقشة
تبحثون عنهم؟ نعم نبحث عنهم ونوصلهم. إذا تعذر على مصمم المشاركة طبعا يكون عندنا خيار ثاني في نفس القطاع هذا. المصممين كلهم عندهم ملخص واحد عشان تشيل كل المشاركات تكون تحت نطاق واحد. طيب خالد حدثنا أكثر عن تصميمك وهو النداء الصامت لمواقيت الصلاة، حدثنا أكثر، جت الفكرة إزاي، استوحيت الفكرة منين، وليه تحولت من القطع الأثاث إلى الإنارة والحركة؟ طبعا الإضاءة يمكن تعتبر جزء من التصميم الداخلي أو من الأثاث، لكن مثل ما تفضلت يعني يمكن ما اطرقت إلى إضاءة مصنوعة من الزجاج، كانت لي بعض القطع المصنوعة من الخشب أو من الأشياء الثانية. النداء الصامت هذا تعاون دولي بيني وبين شركة لازبت، طبعا الشركة مختصة في هذا المجال، فكنت لازم أقدم فكرة تساوي هذا أو تساوي الخبرات اللي عندهم. الفكرة كلها أجت من ساعة الأذان. احنا عندنا طبعا ساعة تذكرنا بمواقيت الصلاة في الأماكن المغلقة اللي احنا ما نقدر نسمع فيها الأذان، بس عن طريق الإضاءة هي أو عن طريق النداء الصامت حبيت أذكر الناس بمجرد النظر إلى الإضاءة نفسها. الإضاءة تعطيهم مؤشر أن حان وقت الصلاة وحان وقت الأذان، حان وقت الصلاة وانتهت الصلاة. يعني عندنا ستبس ثانية في نفس الوقت، في تطبيق ذكي ثاني في التركيب هذا أن يعطينا وقت الوقت في اليوم نفسه أو لون السماء كيف يتغير من شروق الشمس إلى الغروب، هذا على مدار 24 ساعة. نعم. طيب خالد، يعني خليني أقول أحيانا تأتي أفكار مجنونة، أحيانا تأتي أفكار مقبولة، لمن تصممون ويعني ما الذي يناسبنا؟ طبعا شوف، في احنا التصميم على حسب، انا اتوجه برسالتي اليوم بعد تقريبا 7 سنوات في هذا المجال، حاب ان قطاعي او اعمالي التصميميه تكون مفتوحه لمجال اكبر من الجمهور، ما تكون مختصه فقط للفئه المحليه او للجمهور المحلي او الشرق الاوسط. احنا اليوم نتكلم لغه عالميه، التصميم والفن لغه عالميه، لازم حتى انتاجنا يكون عالمي ويناسب مختلف الجنسيات ومختلف العادات. لكن بعض القطع يمكن نختص فيها جمهور معين أو نخاطب لغة معينة. أنا دائما في قطعي أرمز إلى التراث الإماراتي، في قصص من التراث الإماراتي القديم. ما البعض يرفض أنه التراث إذا كان هو بحد ذاته تراث مثل ما هو قد لا يجد تسويق. 100% أنا يعني أشارك وأوافقي هذا الرأي. أساس شيء أن احنا التراث نبرزه بشكل معاصر، وهذا اللي يخلي العمل مش فقط عمل محلي، يخليه عمل عالمي. الناس يعني تبحث عن الجديد، تبحث عن القصة الجديدة. اليوم القصة مهمة جدا في العمل، لأنك أنت تخلق مثل نوع من التفاهم بين الشخص أو بين المشاهد وبين القطعة نفسها، والقصة تربطهم. يعني إزاي بتقدر خالد تخرج من دائرة التقليد والتكرار من الجانب التراثي، ازاي بتقدمه بصورة عصرية؟ في التعاون، اذا كان في تعاون دولي طبعا انت تتكلم عن شركتين او لتسي طرفين مشاركين، مثل التعاون اللي صار في النداء الصامت، في خبرات من الطرف الثاني، في خبرات من عندي، انا يمكن عندي قصه هم عندهم خبره، هذه تخلينا نطلع عن نطاق. يعني في التعاون لازم نكون شويه مرنين اكثر، مش مثل يوم نصمم مجموعه خاصه فينا نحن او نطرحها باسمنا نحن في السوق. النداء الصامت كان مثال واضح على الكلام اللي تفضلت فيه، انه يمكن مغاير جدا للقطع اللي كنت اصممها، لكن أني عندي طرف ثاني عنده خبرات مميزة في الإضاءة في التكنولوجيا، حبيت أدمج الاثنين مع بعض. جزء وحيد أو يمكن الخاص بي أنا كإماراتي، طبعا وجود واحدة من الخمس قبب اللي اخترناها لمسجد الشيخ زايد في أبوظبي في الإمارات. يعني نقدر نستخدمه فين هذا العمل حاليا؟ على حجم، لأن القطر تقريبا مترين، احنا مركزين أكثر على الأماكن العامة، الأماكن اللي فيها يمكن أو الأماكن المغلقة، لكن العمل مرن جدا أن احنا ممكن نصنعه بأشكال مختلفة أو بأحجام مختلفة أيضا. لمنازل؟ لمنازل نعم، لأن مثلا في إذا عندنا في مجال معينة وين الضيوف يكونوا موجودين، يمكن في مساحات في الأسقف أفضل لمساحات أكبر. هل تعتمد المساحة على الطول أم على العرض؟ لا، عنا على الجهتين. مثلا العمل في أسبوع دبي تصميم مركب على الجدار، فممكن الشخص يحب يركب على الجدار فيعتمد على مساحة الجدار، لكن أيضا عنا الارتفاع، لكن ما العمل كله مش طويل جدا بالنسبة لأنه يأخذ ارتفاع عالي، فممكن تركب على حسب. نفكر في يعني مشاريع قادمة ولا سنبقى إلى هذا المشروع ونطوره؟ لا،
طبعا اكيد دائما راح يكون في جديد، لكن اظني المشروع هذا حطني تحت ضغط بسيط انه لازم اقدم بنفس المستوى او حتى بمستوى اعلى. طبعا الحمد لله ان حاز العمل على اعجاب الكثير وفي تواصل كثير من الناس، لكن شو الجديد؟ مثل ما قلت يعني بيكون علينا ضغط كبير فعلا. انت قدرت ان انت تحط بصمه اماراتيه عالميه في اي الاسواق. شكرا لك يا خالد على وجودك معنا في صباح العربيه. شكرا.